نفس مدة الوقت الإضافي الأول 15 دقيقة، لكن في العشر دقائق الماضية لم يتغير شيء. كرة منقولة إلى الأمام للمنتخب الإنجليزي وخطيرة تنحط، والآن الحدث الشهير، الآن الحدث الشهير. الألماني يقولون ما عبرت، الإنجليزي يقول أنا عبرت. لاحظ شنو اللي صار، لاحظ، شوف القرار أتى من أتى من السيد باكراموف، أتى وحكم المباراة السويسري السيد جوتفريد دينتس ذهب، هو ما يعني ما اتخذ القرار، لكن ذهب للاستشارة المساعد اللي هو باك رمض. الإنجليز يتذكرون، الألمان يتذكرون، هو من الاتحاد السوفيتي سابقا، حاليا أذربيجان. باك رمض إذن يحتسب هدف جيف هيرت، وبالتالي إنجلترا وبقرار الحقيقة من حكم المباراة إنجلترا إذن تسجل الهدف الثالث 3-2، أصبحت النتيجة للمنتخب الإنجليزي.